الصح. طبعا موضوعنا الأول قضية يعني التفاعلات النفسية والاجتماعية للكورونا وكيفية التعايش مع هذا الفيروس، سواء من حيث الوقاية وأيضا من حيث الحجر المنزلي ومما يعتبره البعض تبعات هذا الحجر المنزلي. يلتحق معنا الدكتور حسن المزين الخبير في مجال التفكير الإبداعي عبر سكايب على المباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة. دكتور المزين مساء الخير. مساء النور، الله يعطيك ألف عافية. حقيقة أنا بكلمك الآن من رومانيا، وبوجه تحية لأهلي وشعبنا في من الجزائر رومانيا، الحبيبة. أهلا بك، أهلا بك. حياك أهلا الله بك، يا أهلا أستاذ بك علي، حياك الله. دكتور حسن المزين. أهلا دكتور، أول سؤال في رأيك وأنت من خلال متابعاتك، إلى أي مدى الكورونا غيرت حياتنا أو قلبت حياتنا رأسا على عقب؟ أكيد طبعا، يعني كانت يعني أخذت الناس على غفلة عندما بدأ الموضوع يتطور، خصوصا أنه نحن آخر فترة من الزمن سمعنا عن كثير من الأمراض، إنفلونزا الخنازير والطيور والإيبولا، لكن لم تنتشر ولم تصل إلى أي مكان، لكن لأول مرة أصبح الموضوع يشكل خطورة، وبدأ في الصين وثم انتقل إلى أوروبا، وبدأنا نسمع عن ضحايا، وبدأنا نسمع عن ناس تموت بسبب اختناقات ومرض يسببه فيروس. ومشكلة الموضوع أنه الفيروس لا يرى بالعين المجردة، وأصعب شيء على الإنسان، دائما نقول الإنسان عدو ما يجهل، فبالطبيعة الإنسان اليوم الطبيعي العادي اللي جالس في المنزل دخل حرب غريبة عجيبة من نوعها، حرب ضد شيء لا يراه، هو مطلوب منه أنه يجلس في المنزل وهو مش عارف، طب أنا جلوسي في المنزل حيأثر؟ فأكيد الموضوع صعب نفسيا على الجميع، لكن أنا سعيد وفخور أنه بعالمنا العربي، بكل عالمنا العربي، وأنا أتكلم الآن من أوروبا وبحكي لك، نحن سبقنا الغرب في وعينا وإدراكنا، وهذا يفسر، في ناس كثير بتحكي ليش يا أخي الوفيات والإصابات أقل في عالمنا العربي، ثبت بالتجربة أنه نحن عندما تصيبنا الأزمات أكثر قدرة على أن نلتف حوالين قياداتنا ونسمع الكلام ولا نستهتر. نعم، ربما الآن لا نستهتر، ولكن ينبغي أيضا أن نعيد ونكرر أنه الإجراءات والتعليمات ينبغي احترامها، لأنه أحيانا مع مرور الوقت تبدأ فعالية هذه النداءات للالتزام بالحجر المنزلي، بعدم الاقتراب وعدم التجمع مع أعداد كبيرة من الناس، تبدأ بالنقصان، يعني لا تبقى هذه التعليمات بنفس درجة الشدة أو درجة البروز مثل الحالات الأولى، مثل الأيام الأولى، ومع الوقت نبدأ بالتساهل نوعا ما، شيئا فشيئا. اسمح لي أوجه رسالة يعني لكل اللي بيسمعوني في الجزائر الحبيبة. هذه كمامة، الناس كلها اليوم قاعدة تلبس كمامات، الكمامة يعني إلى حد ما نلبسها عشان تمنع انتقال المرض، لكن أنا بدي أحكي لكل إنسان، بيتك هو كمامتك. اليوم نحن ودعنا شهيد الدكتور سليم رحمه الله وألهم أهله الصبر. سليم الدكتور نطرش، نعم سليم عمره في 40، ليس كبير في السن. اللي بدي أحكيه إنك اليوم استهتارك ونزولك على الشارع قد يصيبك المرض ويمر مرور الكرام، لكن إذا انتشر المرض وبدأ ينتقل إلى ناس أكثر سنضغط الكوادر الطبية بشكل كبير. الدكاترة اليوم والجيش الأبيض مع كثر الضغط وكثر العمل وقلة النوم نحن ندمر مناعتهم. اليوم الاستهتار سيؤدي إلى التضحية بقيم كبيرة جدا في مجتمعاتنا، الأطباء، الممرضين، الشرطة، الجيش، وكل من يعمل ليل نهار. لذلك إلزم بيتك، بيتك هو كمامتك. الفيروس ليس من المستحيل القضاء عليه، أنا برأيي أن الفيروس سهل القضاء عليه، كل المطلوب منا أن نلتزم بالحجر المنزلي، وكلما التزمنا أكثر كلما قللنا المدة التي سنجلس فيها في بيوتنا. الموضوع ممكن ينتهي في ظرف أسابيع وممكن أن يستمر إلى سنين، القرار قرار كل إنسان. نعم، ربما قضية الحجر المنزلي نتساءل عن جدواه، هناك الكثير من الأمثلة حاليا، كثير من الدول على الأقل، ربما الأردن، يعني أنتم من أصول أردنية دكتور، وأيضا حتى في لبنان، الأردن تقريبا اليوم أعلن وزير الصحة أنه لم تسجل أي حالة إصابة مؤكدة في البلاد، وهذا مؤشر كبير جدا.
حقيقة يعني هو مفخرة، أنا أفتخر باللي حصل في الأردن، وحكيت يمكن كل الدول العربية، لكن الأردن كان تجربة فريدة من نوعها، لأنه كان في توجهات مباشرة من قبل الحكومة، والشعب كان في غاية التعاون مع كل الإجراءات اللي اتخذت، كان في صرامة في التعامل مع هذا المرض، وقفت الناس كما تعودنا دائما في الأردن، نحن عشيرة واحدة، فوقفت الناس يد واحدة، ولذلك انحصر المرض، وإن شاء الله يعني قريبا نعلن الانتصار عليه. لكن نحن نذكر، وامبارح الـ WHO منظمة الصحة العالمية كانت تتكلم على أنه الاستهتار قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس، فتاكة، يعني هم استخدموا كلمة فتاكة. لذلك نحن نقول يعني قلة من الرماة في معركة أحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما تركوا مواقعهم ونزلوا عليه الصلاة والسلام. وخالفوا الأوامر، لم ينتظروا بضع ساعات، أدى الموضوع إلى يعني هزيمة معروفة، هزيمة معركة أحد. لذلك نحن نقول الآن واجبنا أنه نحن نلتزم حتى آخر لحظة، نحن في حرب، والجندي لا يرمي سلاحه إلا عندما تعلن نهاية الحرب، لم تعلن نهاية الحرب، العالم كل اليوم يحارب. لذلك المطلوب منا جميعا لا تستهتروا، أنت اليوم تؤدي واجب. أنا بقول دائما الجزائريين بلد المليون ونص شهيد، أتمنى تنتهي الأزمة ونحكي بلد ال 43 مليون ناجي. اليوم هاي معركتكم، جدودكم حاربوا فيما قبل إن في شاء الله إن معركة شاء الله. كانت تحسب فيها بالشهود، اليوم إن شاء الله نطلع من هذه المعركة بأقل الخسائر. نعم دكتور، لكن إن شاء الله في هذه المعركة، في غضون هذه المعركة، تبدأ الكثير من الشكاوي بخصوص الحجر الصحي، نمط حياتنا تغير، نشعر بالملل، نشعر بالركود، نشعر، يعني يقول لك الأمر صعب جدا حتى ننفذه وحتى نصبر عليه، ونحن تعودنا على الخروج، على العمل، على التنزه، على تغيير الجو، لكن هذه الأمور حاليا يمكن أن تسبب أمراض نفسية. كيف تمام، أنا يمكن أن شكرا، نتعامل مع هذا هذه موضوع في الفترة غاية دكتور؟ الأهمية، في غاية الأهمية. شوف، لو سألت واحد قبل حوالي شهر أو قبل ما يبدأ موضوع الكورونا، تحكي له ما رأيك لو أعطيك إجازة أسبوع، يمكن كان يحكي لك أشكرك جزيل الشكر. اليوم لما انجبرنا نجلس في المنزل وأحسسنا بأنه سلبت حريتنا، أصبحنا نشتاق للخروج، وكأنه الضغط النفسي وضغط العمل اللي كنا نحن نعاني منه ونشتكي منه أصبح اليوم يعني نعمة ما كنا حاسين فيها. أنا أقول كالتالي، الإنسان يشعر بالملل، خلينا نحكي كلام علمي، عندما يفقد أمرين مهمين، أنه لا يتعلم ولا يتحدى. إذا اليوم ما في تحدي، إنه أنا ما عندي لازم أطلع يكون في الدوام الساعة 7، لازم أخلص الدوام، لازم أخلص الشغل اللي عندي، في تحديات في الحياة اللي هي روتين، إحنا بنسميه روتين. فاليوم أنا بقول لكل إنسان جالس في المنزل، من قال لك إنه هاي إجازة لا يمكن أن تفعل فيها أي شيء؟ أنا بالعكس، أنا بصحى وبستيقظ كأنه عندي دوام، بلعب رياضة في الصباح في داخل منزلي، بعمل بدرس، بتعلم، بقرأ كتب ما كنت نفسي أقرأها، يعني صدقا أنا دائما بحكيها، يعني تعلمت قص الشعر، ما عندنا حلاقين، فتحت على اليوتيوب وبديت أجرب في حالي، يعني صحيح ما زبطت كثير، بس يعني هي تجربة. لكن الفكرة، فكرة إنه لا الحاجة أم أجلس الاختراع؟ وأعتبر إنه هذا هم. تفضل أستاذ علي. نعم طبعا، هذه التغيرات ربما، كيف يمكن مثلا هذه الأفكار، أنت ربطتها بالأفكار الخلاقة والأفكار الإيجابية، يقول لك المواطن الموجود حاليا في الحجر من الصعب جدا أنك تخلق معنويات مرتفعة وحماسة في اليوميات وأنت بين جدران تقابلك يوميا. نعم، شوف، ما يميزنا نحن البشر عن باقي المخلوقات، في عندنا ميزة مش موجودة عن كل المخلوقات، عندنا قدرة على شيء اسمه التخيل. يعني نستطيع، وانت جالس الآن، وانت جالس اليوم في الجزائر، ممكن دماغك يصل إلى أمريكا ويصل إلى القمر ويصل إلى المريخ ويصل إلى عوالم حتى ما بعد نهاية الحياة، إلى الجنة وإلى النار، و و و صح ولا لا؟ هذه قدرات ربنا معطينا إياها. أنا أقول أولا، يجب أن تفهم أنه نحن الآن جلوسنا في المنزل، ذكر نفسك دائما بالرسالة، الإنسان دائما يتحمل المشاق عندما يكون عنده هدف، هدفنا بالآخر نحن نقاوم مرض ونريد أن نعود إلى حياتنا الطبيعية في أقرب وقت. إذا أنا لا أجلس في منزلي لأني أنا محبوس، أنت مش محكوم عليك أنك تنسجن، أنت تقوم اليوم بأداء مهمة. ثانيا، اليوم 24 ساعة، التزم بالترتيب اللي كنت ماشي فيه قبل الأزمة، لأنه اليوم إذا نمت متأخر وصحيت متأخر وبدأ يومك يتلخبط، حياتك كلها بتتلخبط، وتشعر مع الوقت بدخل على حياتك الحزن والملل.
استيقظ في الوقت المناسب. أنا بقول حتى الطلاب يستيقظوا، الطالب اليوم اللي جالس في المنزل بيستيقظ صباحا، وهي نصيحة لكل الأهالي، خليه يلبس اللبس اللي بيطلع فيه على المدرسة ويجلس في زاوية ويدرس. ها يعني ما لازم نحس انه نحن جالسين ومحبوسين واخذت كل حريتنا. اليوم تستطيع انك انت تغير طريقة تفكيرك، ذكر نفسك اولا واخيرا بالهدف السامي. اليوم نحن كلياتنا نحمي انفسنا، نحمي عائلاتنا، نحمي اوطاننا في محاربة مرض. هذا واحد. اثنين، انا طبعا استيقظ في الصباح اسال حالي سؤال، هذه ما نقطة الذي مهمة. استطيع ان افعله؟ اتعلم في هذا اليوم، كيف استطيع ان اكسر الروتين؟ مش اصحى من الصبح والله زهق وملل، والله زي اشتقنا، لا نعيش في هذه الاطلال وكانه نحن ضحايا. والانسان لما يعامل حاله كضحيه يصبح ضحيه. نعم دكتور، ربما فيما بعد إن شاء الله بعد الكورونا بحول الله، أكيد الكثير من يعني المقاربات تقول أنه ستتغير طريقة تفكير البشر. يعني الكورونا أعطتنا درسا قاسيا، أحيانا جعلتنا نشعر بالكثير من النعم التي كنا لا نراها أو كنا نتعامى عن رؤيتها: الخروج اليومي، استنشاق الهواء، الجلسات، النزهات، الخرجات مع الأصدقاء وما إلى ذلك. هل فعلا هذا سيكون درس يؤثر على ربما الواقع الاجتماعي والنفسي على المدى المنظور، أم أنه فقط سوف تنسى وسوف نعود إلى باقي حياتنا ونعتبرها روتين و التربية اليوم، أنت يعني اللي عنده أولاد بيعرف الكلام اللي بدي أحكيه. كان أهالينا لما بده يجي يربونا بيحرمنا من المصروف، لما تعمل شيء غلط بيحرمك من التليفون. أيامنا ما كان في تليفونات، بس بنحكي على مستوى الجيل الجديد، تحرم من أشياء معينة. ولله المثل الأعلى، الله يعني رب العالمين، ومش رب المسلمين، رب العالمين. عندما يحرم الإنسان من شيء فهو يعني يرسل له رسالة. الموضوع، أنا دائما بشخص بطبعي متفائل، أرى أنه بعد نهاية الأزمة نحن سنخرج إلى هذا العالم نقدر أشياء كنا فقدنا الإحساس بها. وأكبر مشكلة عند الإنسان عندما يألف النعم. أنا اليوم شخصيا أنتظر فقط، يعني تصل مرحلة أنك تنتظر أنه تنتهي الأزمة حتى تقبل يد أبوك، أو تروح تسلم على صديقك اللي أنت كنت ما تردش على التليفون، يتصل فيك تحطه سايلنت، تحكي له والله ما انتبهت. اليوم تتمنى أنك أنت تلتقي بأصدقائك. ألفنا نعم معينة، وجاءت هذه الرسالة فقط للتربية. أبدا أبدا لن يؤثر هذا الموضوع. يعني يتكلم الناس اليوم أنه ستدخل في توحد وسندخل في أزمة نفسية، لا، هذه تربية والإنسان يأخذها على هذا الأساس. ربنا يريد أن يرسل لنا رسالة، وإن شاء الله يكون فهمنا الرسالة وبعدها سنخرج نحترم بعض أكثر، نقدر هذا الوقت اللي كنا نجلس فيه مع أصدقائنا مع أحبابنا. يا أخي صلة الرحم، يعني أنا متى آخر مرة زرت عمي ولا زرت خالي؟ اليوم مستني بس تخلص الأزمة عشان أروح أزورهم. فهي رسالة إيجابية جدا، وسنخرج بشيء إن شاء إيجابي. الله. دكتور، في أقل من دقيقة، ما رسالتك للجمهور الجزائري والعربي الذي يشاهدنا حاليا بخصوص ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات؟ أقول للجميع، لكل شخص بيسمعني، نحن الآن في تحدي، ويا ما مر على جدودنا فيما قبل تحديات وخرجنا منها دائما منتصرين. كل المطلوب منك اليوم أنك تفهم رسالتك، أن جلوسك في المنزل سيقصر من مدة بقائك في المنزل، لأن اليوم إذا التزمنا جميعا بالحجر فإننا سننقذ أرواح كثيرة. اليوم لك دور كبير، رجاء لا تستهتر لتقف يوم من الأيام أمام الله وتسأل عن ناس قتلتها وأنت لا تعرفهم لأنك نقلت المرض من غير ما تحس. اجلسوا في منازلكم حتى نخرج من هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن. وأنتم جمهور واعي، والجزائريين دائما أنتم علمتونا شعب يقبل التحدي دائما بصدر رحب ودائما ما ينتصر. فانتصروا بجلوسكم لأول مرة، مطلوب منا نتفرق لننتصر، تفرقوا لتنتصروا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسن المزين، الخبير في مجال التفكير الإبداعي، شكرا على هذه الإفادات وهذه المعلومات النافعة بحول الله.